وللحديث عن استمرار استهداف الميليشيات الموالية لإيران إلى البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي في العراق، ينضم إلينا من برلين الأستاذ محمد فوز اللامي، الخبير الأمني والعسكري. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. سيدي، كيف تقرأ تكرار الهجمات الصاروخية التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران على المستوى السياسي الداخلي في البلاد؟ يعني هو كان هنالك رأي عندما تم إطلاق سراح عناصر ميليشيات حزب الله، كان هنالك رأي بأنه قد تكون هنالك صفقة ما بين الحكومة وما بين الميليشيات، وعلى عدم استهداف المصالح الأمريكية، على أقل تقدير حتى زيارة الكاظمي لأمريكا في هذا الشهر. لكن استمرار هذه الهجمات يدل بأن لم تكن هنالك أي صفقة، وإنما هذه الميليشيات قامت بفرض نفسها على هذه الحكومة بالقوة. حقيقة تصرفاتهم، ردة الفعل واضح جدا بأنه هذه الميليشيات استطاعت من أن تفرض واقع أمر على هذه الحكومة، وتراجعت هذه الحكومة في أول مواجهة. نصب قيام السفارة الأمريكية بنصب منظومة دفاع جوي، منظومة ضد الصواريخ، طبعا هذا يؤشر بأن الأمريكان، الطرف الأمريكي يعلم بأن هذه الحكومة غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية. طيب، يعني هنالك تراجع من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن حملته الأمنية التي شنها ضد الميليشيات الموالية لإيران، مع أنه قبض على عناصرهم في معمل للصواريخ، وهناك صواريخ كانت معدة للإطلاق كما أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيانها قبل أسبوع تقريبا. لما هذا التراجع حسب رأيك؟ يعني سيدي، حملة السلاح هم اليوم يمتلكون القرار السياسي كما يمتلكون القرار الأمني، وهم بالنتيجة هم الذين جاءوا بمصطفى الكاظمي لرئاسة هذه الحكومة. فمحاولة مصطفى الكاظمي كانت هي عبارة عن محاولة لجذب الرأي العام، محاولة لتبييض الوجه، ومحاولة للحصول على شيء من الشعبية. لكن ردة فعل هذه الميليشيات كانت ردة فعل واضحة جدا، استطاعت بالإطاحة بكل هذه النوايا، جميع ما حصل من 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 تفاؤل شعبي بأنه قد تكون هنالك نوايا لمواجهة حقيقية مع هذه الميليشيات، جميعها تبددت في أيام. فاليوم مصطفى الكاظمي أصبح مكشوف الظهر من بعد هذه العملية، ولا أعتقد بأنه سوف يكون قادر على أقل تقدير على محاولة إعادة أو تكرار مثل هذا العمل، لأنه قد تكون ردة الفعل الأخرى هو الإطاحة به وبحكومته. طيب، حسب رأيك إلى أي مدى أصبح تحييد أو كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران ضرورة بالنسبة إلى العراق؟ يعني سيدي، نحن الآن ماضين إلى السيناريو السوري اللبناني. يعني اليوم الحكومة اليوم سوف تذهب للمفاوضات مع الأمريكان مكشوفة الظهر، سوف ذاهبة بخفي حنين، ليست لديها أوراق حقيقية سوف تقدمها للأمريكان. الأمريكان اليوم فاقدين الثقة بهذه الحكومة. سوف تنتج بالنتيجة إذا بقيت هذه الميليشيات مصرة على احتكار القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، فنحن سائرون إلى السيناريو اللبناني السوري، انهيار في العملة، انهيار في الاقتصاد. وبالتأكيد لا يوجد حقيقة، لا يوجد مفهوم بناء الدولة أو مفهوم الدولة مع هذه الميليشيات، وما زالت هي متواجدة. هذه مفهومان يتناقضان، أن تكون هنالك ميليشيات وفي نفس الوقت أن تكون هنالك دولة وإعمار. طيب، اليوم هنالك تهديد من السفير البريطاني في العراق يحذر فيه من استمرار الهجمات الصاروخية ضد السفارات وقوى التحالف. يعني هل يمكن أن نشهد أي تغير في تعاطي التحالف الدولي مع هجمات الميليشيات؟ يعني سيدي، نحن شهدنا اليوم هنالك أول تغير، هو نصب هذه المنظومة، منظومة الدفاع ضد الصواريخ. السفير البريطاني ذهب إلى وزير الداخلية العراقية محاولا تنبيههم بأنه في حال استمرار هذه العمليات سوف تكون هنالك، البريطانيون طبعا نبه سبق وأن نبه عن الاستثمارات، قال بأن الاستثمارات في العراق والشركات سوف تتوقف، وحتى الشركات العاملة في المجالات النفطية ومجالات كهرباء سوف تخرج من العراق. وبالتأكيد هذا يدل على أن هنالك قد تكون نوايا لفرض عقوبات اقتصادية. لكن مع كل الأحوال إذا استمرت هذه الميليشيات
بهذه الهجمات المجتمع الدولي والتحالف الدولي سوف يقوم بخطوات ضد العراق. نعم أستاذ محمد، يعني لما تكتفي واشنطن بعقوبات اقتصادية على إيران وعلى ميليشياتها؟ ما المانع من وجود عملية عسكرية أو القيام بهجوم خاطف ضد الميليشيات وقادتها في العراق كما هي عادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني سيدي الولايات المتحدة إلى الآن لا تعترف بأنه هنالك عدم، يعني لا تريد إسقاط مفهوم الدولة في العراق، هي داعمة لهذه المنظومة التي أسستها منذ الاحتلال، لكن نحن وجدنا الآن بأنه العقوبات الاقتصادية أيضا لا تقل ضررا عن الحملات العسكرية. ما حدث اليوم في لبنان هنالك انهيار كبير جدا، الانهيار التاريخي للعملة الإيرانية، أصبح ما يقارب قريب 3 مليون ريال إيراني لكل دولار واحد، عفوا لكل 100 دولار. يعني هنالك انهيار اقتصادي، والانهيار الاقتصادي سوف يؤدي بالنتيجة إلى انهيار أمني، التظاهرات في الشوارع. فالعقوبات الاقتصادية لا تقل ضررا سيد الكريم عن الحملات العسكرية. نعم، كان معنا الخبير الأمني والعسكري أستاذ محمد فوزي اللامي من برلين عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.